في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم ودي، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق 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 الطريق. أعزائي الغاليين مشاهدي قناة الطريق، برحب بكم في هذا اليوم المبارك المقدس اللي فيه بنتكلم. على فكرة كل الأيام أيام مقدسة مباركة، لأننا نعبد الرب القدوس ونحن قديسين في الرب يسوع، فكل أيامنا مقدسة كما أن الرب مقدس وكما هو قدسنا. علشان كده كل الأيام أيام مباركة من قبل الرب. النهاردة يوم مميز كمان لأنه فاضل بالنسبة للتقويم القبطي المصري عيد الميلاد قرب، فضله يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بالكثير. فأنا النهاردة أنا برحب بكم وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وعيد ميلاد سعيد مبارك. وكما أن الرب يسوع ولد، أريد أن الرب وأصلي أن الرب يولد في كل قلب، ولا حتى كما كان لا يوجد مكان في المنزل للرب يسوع أن لا يكون له مكان في قلبك أو في قلبك، لكن أصلي أنه يوجد مكان يوضع الرب فيه في قلبك، يمتلك كل القلب ويمتلك كل الكيان. كل سنة وأنت طيبين وعيد ميلاد سعيد، وربنا يبارك بلادنا في الشرق الأوسط ويبارك بلادنا في أمريكا، يبارك بلاد العالم، يحط إيده على العالم، يحط. أتمنى وبصلي إن الرب يمسك الكرة الأرضية بإيديه ويفشل كل خطط إبليس ضد. أمين. خطط إبليس عشان ما يخربش العالم. أمين. في اسم الرب يسوع. أمين. هنبتدي بقراية من الأخت الغالية الأخت أم سلام. أنا مبسوط إنك معانا. شكرا بجد، وربنا يباركك، ومبسوط الاخت اليس معانا. شكرا، والرب يستخدمنا احنا الثلاثه في برنامج حلو قوي النهارده بنعمة الرب يسوع. امين. ممكن تقرا لنا من الكتاب والاخت اليس تطلب بركه الصلاه في اشعياء اصحاح 42 من العدد الاول للعدد الرابع. بيقول نبوه عن يسوع: هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته. مجد للرب. مين الذي لا يكل ومين الذي لا ينكسر؟ هنتكلم عنه النهاردة. أمين. أمين. أخت أليس ممكن تصلي تطلبي بركة الرب على البرنامج النهاردة. أبويا السماوي إله المحب، من كل القلب يا رب بنشكرك، نعظم اسمك، نعليك ونرفعك على حبك العجيب من أجلنا. عام انقضى وعام جديد بدأ، بنطلب يا رب رحمة جديدة، بنطلب يا رب عون، بنطلب يا رب معونة لكل المشاهدين يا رب للبرنامج، بركة واستخدام يا رب كل كلمة يا رب توصل لكل قلب فينا. بنطلب بركة للمشاهدين يا رب، تكون عام سلام، عام فرح، عام كل واحد فينا يفتح قلبه ويتولد عشان يتولد الرب يسوع المخلص في حياته. يا رب بنطلب بركة للجميع، يا رب بنطلب من رئيس السلام ان يحل بسلامه على بلادنا، على بلادنا يا رب وعلى الشرق الأوسط. بنطلب السلام الحقيقي للعالم يا رب، تقيد عمل إبليس وإيد إبليس عن العالم
ايد الشيطان يا رب وتؤمر بسلام للعالم لان انت رئيس السلام. ليك المجد وليك الكرامة. بنشكرك استجب في اسم يسوع. امين 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 امين. البرنامج بتاعنا النهاردة هيكون عن اسماء والقاب الرب يسوع وعن شخصيات كانت شخصيات مهمة في الميلاد. شخصيات اخذت الدور الرئيسي في الميلاد. واحب ان احنا هنتكلم على الحاجات دي. على فكرة اسم الرب يسوع اسماءه عجيبة جدا. يشوع يسوع ايوه مخلص. والسبا هي اللي ادت اسمه على فكرة. طبعا مش لمريم القديسة العذراء. مريم للقديسة العذراء سبته ولا يوسف سباه، لكن الملاك ادالها الاسم ده. طبعا. وبعدين قال لها ايه كمان؟ قال لها القدوس المولود منك. المولود منك يدعى ابن الله القدوس. فهو ابن الله، هو قدوس، هو عمانوئيل. حاجات كتير جدا جدا، ألقاب عجيبة جدا جدا للرب يسوع. فهنتكلم على الموضوع ده النهارده. على فكرة مش عارف، في آية عجباني جدا وأخذت قلبي فعلا، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. وعلى اسمه، بالاسم بتاعه ده اللي أعطي من السماء للقديسة العذراء مريم، يكون رجاء الأمم. وربط العهد القديم بالعهد الجديد. أيوه. فشخص عجيب، هو شخصية عجيب، ويدعو اسمه عجيبا فعلا يعني. هللويا، احنا لينا إله عجيب. أمين. أشكر إلهي لأنه إله عجيب. على فكرة عايز أقول لك حاجة، النهاردة لو أنت عيان النهاردة وأنت عيانة، ارفع السماعة، اطلبي. احنا عايزين نصلي معاكم، نحب نصلي معاكم. اطلبونا واحنا نصلي معاكم. انا مستعد اصلي، وانا عارف انا اؤمن بالشفاء الالهي، لاني انا نفسي كان عندي سرطان والرب شفاني شفاء الهي ليا دلوقتي اكتر من 29 سنه. امين. بره سرطان. امين. هللويا. هللويا. مجد للرب. انا اؤمن بالشفاء الالهي. لو عندك طلبه صلاه عشان انت مريض، انت مريضه، انت محتاجه لمسه من الرب، انا أحب، مش انا اللي بشفي، لكن انا احب اصلي عشانك، احب اصلي عشانكم. الكتاب بيقول صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. أيوه. فأنا أحب أصلي معكم. فارفع السماعة، شاركينا، وإحنا نحب نكون معكم على الخط. الموضوع مفتوح أمامنا بألقاب أو بشخصيات كانت في الميلاد. نبتدي من الأخت أم سلام. إيه الرب وضعه على قلبك في هذا الأمر؟ يعني أنا دائما بفكر بالشخص البار التقي اللي هو يوسف. يوسف في حياة يعني جذور التاريخ تاع عائلته، في كان أمميات سيدات ارتبطوا. احنا منفكر دايما انه المسيحية بتخص بس المسيحيين، او انه المسيح بخص المسيحيين، زي ما كان الفكر السائد في وقتها انه يسوع اجا من سبط من اسباط اليهود، فهو بخص هذا الشعب. لما بيكون يسوع رجاء الأمم، يعني في أمل لكل أمة في العالم. نعم. لكل لغة في العالم إنه يكون في إلها ارتباط في المسيح. فلما منطلع في إنجيل متى على تاريخ يوسف وانحدر من أي سلالة يوسف، منشوف إنه كان في سيدات أمميات في سلالة يوسف. فالله ما اقتصر على ناس معينين، ورجاء الله وأمل الله في إنه يكون في العلاقة مع الإنسان ما ارتبط بجنس معين أو بلسان معين. فيوسف لما عرف عن المخطوبة العذراء مريم إنها حامل بالروح القدس، بيقول في الكتاب هو متفكر في هاي الأمور، يوسف رجل تقي وبار، فكان عنده معرفة بالنبوات، فهو بيعرف اللي قرأناه في أشعية إنه هو ذا عبد الذي اخترته. فهو كان في وضع متحير وبستنى هذا العبد الذي اختاره الله حتى يكون عليه رجاء الأمم. فهو تعبان زي ما احنا تعبانين في هاي الأيام. احنا بنتفكر يا رب امتى بدك تحل مشكلتي، يا رب امتى بدك تتدخل في ظروفي، يا رب امتى بدك تشوف انه انا متألم، يا رب في شر في العالم واحنا محبطين من هذا الشر ومظلومين منه، وامتى يا رب انت جاي. فهو كان في حالة انتظار وبنفس الوقت متحير يعمل إيش في وضعه.
يعني مخطوبة وبالروح القدس وراحت عند نسيبتها، وأنا كرجل بار تقي كيف بدي أحضن واحدة من هالنوع أو أضمها لبيتي؟ لكن هذه هي كانت سر تقوى يوسف، لأنه لما ظهر له في الحلم بقول لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، وبعدين قال له فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. حدد الاسم، إيش اسم يسوع؟ يخلص شعبه من خطاياهم. كانوا بهداك الوقت يدعوا أولادهم تيمنا يشوع، فيشوع نفس كلمة يشوع، يا الله خلص. وإحنا اليوم كلنا بنصرخ لله خلصنا من الشر، خلصنا من التعب، خلصنا من المرض، خلصنا من الآلام، لكن لازم يكون في عنا رجاء. الرجاء هو شيء لا ننظره، الرجاء هو شيء بنستناه بصبر، وإحنا أغلبنا ما عندناش صبر. أنا أول واحدة فيكم ما عنديش صبر، لكن لما الواحد بيعرف كلمة الله، الله بتنازل إله بطرق كتير، وعم نشوف إنه الله عم بتنازل لناس كتيرين بالأحلام بالرؤى، والله ما عندوش أمة معينة أو لسان معين أو ديانة معينة عشان يتعامل معها. لا، هو خلق الإنسان حتى يكون إله علاقة مع الإنسان، خلقه لأنه بحبه. فلو الله ترك يوسف متحير ما كانش في قصة ميلاد بالزبط. ولو ما كانش في يوسف منتظر ما تمش الوعد. فيوسف له دور كان كمان مهم في قصة طبعا. الميلاد طبعا. زي طاعة مريم، فهو أطاع لما بالزبط. عرف أنه هون يخلص شعبه من خطاياهم. قديش مهم أنه هو يغطي قدام المجتمع على الوضع اللي هو فيه، أنه يختار أنه هذا الطفل يكون تحت اسمه ويسجله كابن لإله ويرعاه حتى يظهر للعالم. أنا بعتبر الحقيقة يوسف ده قديس من القديسين أكيد، وهو اشترك على فكرة في الخطة بتاعت الله لخلاص العالم أكيد طبعا، لأنه هو كان ممكن يعمل حاجات مش كويسة أبدا لولا ما أنه أخذ التأكيد من الرب عن طريق الملاك أن الذي حبل به فيها ومن الروح القدس. صدق النبوات، صدق انه هاي النبوات عم بتتم هلا yeah. واستغرب yeah. اكيد انه هاي النبوات عم بتتم معه. صعبه صعب كثير طبعا، موقف صعب جدا انه يقبل واحدة مخطوبه ومعها طفل ويضمها لبيته ويسجلها تحت اسمه قدام يعني مدنيا قدام المجتمع ويسكت ويقبل يرعى هذا الطفل لغايه ما يظهر نفسه للامم. ده كان بيدور على مكان علشان الطفل يتولد فيه طبعا. يعني كان بيدور على المكان ايوه، وهي مدينته بالظبط، راح على يعني عند محل جدوده. في حاجتين يعني الحقيقه كابتشرد ماي هارت اخت اليس. في سجل النسب بتاع الرب يسوع حسب انجيل متى، انت فتحت الموضوع ده الحقيقه، فلقيت حاجه غريبه قوي قوي. اليهود ما كانوش بيعتدوا كتير بالنساء، لكن في عائلة الرب يسوع بيعتد بالنساء. مذكورة كم اسم ست، وللأسف ولا اسم ست منهم تقريبا يعني تشرف أبدا. الأسماء أسماء السيدات اثنين منهم كمان ما كانوش من الجنس اليهودي أيوة. كانوا من الأمم. رعوس كانت أممية طبعا، ورحاب كانت أممية أيوة. ما كانوش من عشان بالجنس اليهودي ان هم يفتخروا بيهم يعني بالزبط. واليهود كمان اصلا ما كانوش بيفتخروا بالنساء. لما كان الرجل اليهودي يقف بيقول اشكرك يا رب لاني رجل ولست امراه، ما كانوش بيفتخروا. المراه ما كانلاش مكانه في الوقت ده في الجنس في اليهود، كان بيفتخر ان هو ذكر، ان هو رجل مش امراه. لكن الرب لما في الكتاب لما ذكر اربع نساء في نسل الرب يسوع، ده بيعرفنا فعلا زي ما الأخت مسلام قالت إن الرب بيقبلنا. مفيش فرق بين الذكر والأنثى، مفيش فرق بين الرجل والمرأة. زي ما المسيح مات من أجل الرجل، مات من أجل المرأة، زي ما المرأة بالعكس. لما نشوف لما الرب يسوع كان موجود على الأرض، كل النساء هي اللي كانت بتخدم الرب يسوع، كان يخدمهن ويفتخر جدا بان مرسى ومريم كانوا الرب يدخل ويكون موجود معاهم في البيت بالزبط. في البيت عندهم وكانوا يخدموه وكانوا يرحبوا بيه. ففي المسيحيه
عند الرب يسوع ما فيش فرق بين الرجل والمرأة، الكل متساوي. ففعلا بنشكر ربنا اللي خلى مكانتنا زي مات على الصليب من أجلنا، ومحبته عجيبة للكل. أنا شايف أنه الموضوع بتاعنا هياخد منحنى آخر يعني في سلسلة نسب الرب يسوع. شايف كمان أنه أن الرب بيرحب بالخطاة، أن الجميع سقطوا، الجميع عثروا، الجميع أعوزهم مجد الله، الجميع أخطأوا، كلنا خطاة، كلنا خطاة، كل مولود من زرع بشر أخطأ. داود نفسه بيقول ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. لكن موت المسيح على فكرة، إن كان موت المسيح جه لما المسيح كان عمره 33 سنة، لكن يعتبر موت المسيح لأنه المسيح أبدي، أزلي أبدي. أيوه. زي ما الآب أزلي أبدي، المسيح الإبن أزلي أبدي، فموت المسيح الإبن أزلي أبدي. أيوه. فمات الرب يسوع بالجسد، بالجسد لما اتولد، ولما مات في أيامنا يعني في الأيام بعد العهد الجديد يعني، فمات من أجل آدم، يرجع لآدم أول خليقته اللي أخطأ، فمات المسيح لأجل آدم. أيوة. لآخر شخص هيجي قبل مجيء المسيح الثاني. أيوة. هيغطيه. يعني إحنا اليوم قاعدين هون، إحنا مين بالضبط؟ إحنا مش من اليهود. إحنا من الأمم. مش كان يعني إلنا رجاء بالضبط؟ كيف كان إلنا رجاء؟ إحنا ولدنا من عائلة مسيحية، لكن كبرنا وعرفنا إنه الطقوس والعادات اللي إحنا منقوم فيها وكتربية مسيحية ما كانتش تعطينا السلام والهدوء اللي في داخلنا، وما كانتش تأكد لنا إنه يسوع هو المخلص إلا لما قرأنا كلمة الله. وقديش قرأنا كلمة الله مرات كتير وما قدرناش نستوعب الكلام اللي فيها وما وثقناش فيه. يوسف كان يعرف مواعيد الله إنه رح يجي مخلص، لكن لما أجا في الحلم وقال له يخلص شعبهم من خطاياهم، مش بس يخلصكم من خطاياكم، هو الله الذي سيكون معك في كل الظروف. لو نتطلع على حياة يوسف وخطوات حياته زي حياة أي شخص فينا، نقبل المخلص ونتكل إنه هو الله معانا في كل الظروف. وإحنا كلنا ما فيش واحد فينا ما بيعرفش إنه فعلا العالم عم بيتحضر لمجيء المسيح مرة تانية وللديان. فإحنا مستعدين، منصدق النبوات الموجودة، منصدق إنه في يسوع رجاء الأمم، منصدق إنه في يسوع الشفاء، منصدق إنه يسوع مزبوط بحبنا رغم كل الظروف اللي عم بتصير. هن كانوا عايشين في ظروف صعبة، لكن كانوا مصدقين إنه الله بحبهم، وإنه الله من خلال النبوات تعامل معاهم. بيقول إنه لما استيقظ من النوم فعل كما أمره الرب. يا ريت إحنا لما نصحى الصحوة الروحية على حياتنا ونعرف إنه كل المواعيد الموجودة في الكتاب المقدس إلنا، إحنا أمم، لكن إحنا امتلكنا هاي المواعيد لأنه قبلنا إنه ندخل في عهد في عائلة الله. الله ما عندهش جنس بشري بس، عنده كتاب إلهي وبيكتب أسماءنا في سفر الحياة، وكل شخص بيجي للمسيح وبطلب الغفران وبطلب إنه هذا يصير إلهه وربه، هو بيمشي معه كل أيام الحياة. وهذا هو رجاءنا. الرجاء شيء لا ننظره لكن نتوقعه بالصبر. الرجاء يعني إيه أخت أليس؟ يعني إيه رجاء؟ إيه الرجاء؟ بنسمع كلمة رجاء، إيه الرجاء ده يعني؟ يعني إيه كلمة رجاء؟ إحنا عايزين نقول الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الرجاء رجانا إن إحنا هنشوف الرب يعني في المجد. الأمل إن هنشوف الرب في المجد. لكن لما هيجي الرب يسوع هيبطل الرجاء، لأن هنشوفه بالعيان. بالزبط. خلاص. هنكون شايفينه، هنكون بالزبط. هنكون معاه إلى الأبد، كل حين إلى الأبد. والإيمان خلاص، الإيمان هو اللي بيوصل لنا الرجاء. وبدام إحنا بنرجوه بنأمله وصلنا ليه. خلاص. بالزبط. مش هيكون في إيمان ولا هيكون في رجاء ولا هيكون في وعظ كمان. أيوة. ولا هيكون في تلفزيون. ننتهز الفرصة طبعا، ننتهز الفرصة نقدم رسالة المسيح
في وقت مناسب وغير مناسب. أيوة. ونثق بأنه في كل الظروف اللي إحنا بنمر فيها حتى لو كانت صعبة وإحنا مش قادرين نفهمها، أنا بتوقع يوسف ما كانش فهمان كل شيء لكن كان يتوقع بصبر وكان منتظر ومتفكر، متفكر يعني بيقيم حياته، يعني بيقدر يوقف قدام كلمة الله ويقيس نفسه. فأنا خليني أكون كمان بقيس نفسي على كلمة الله، هل أنا فعلا قريب من كلمة الله ولا أنا بقيس كلمة الله على حياتي؟ في مقياس لازم، مثلا احنا بنعرف الوزن بالكيلو بالمتر او بالماي فالمقياس موضوع، المقياس هو كلمة الله. اقيس نفسي، هل انا بتوقع برجاء وصبر خلاص الله لحياتي، خلاص من الخطية وبعدين كمان خلاص من الظروف المحيطة؟ انا بعرف من نفسي انه انا كتير بانه بتمخض في كتير ظروف صعبة في حياتي ومش سهل الحياة، وانا بعرف انه في ناس كتيرين عم بيعانوا اكتر مني واكثر من الناس كلها. اكيد المشاهد بيقول انتم قاعدين بالاستوديو ولا هم ولا غم، ما عندكم مش شيء، لو بلشنا نحكي عن همومنا للصبح ما منخلص. لكن لما الله بضع وبزرع في قلبي ايمان في كلمته انه هو رجائي في الظروف الصعبه، في الحزن بيعطيني تعزيه، في الياس بتركنيش مطروحه حتى انا ادمر حياتي واتدمر، لكن بيرفعني. محتاره زي يوسف بيعطيني جواب. الله بيقدر يوصل لقلب كل واحد فيكم أكثر من كلامنا إحنا. فأنا بشجع كل مشاهد يقرأ كلمة الله، يعرفها، يفحصها، يتأمل فيها، يتفكر فيها، يصلي فيها، وبعدين ينتظر الجواب. المسيح نفسه هو كلمة الله. طبعا. عايز تقولي إيه أختي؟ ده اللي هيخلينا لما الأخت أم سلام قالت الملاك ظهر ليوسف إداله نبوة تانية في مكتوبة في متى 1:23 لما قال له هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ده اللي انا عايزه اقول اتكلم فيها ايه، الله معنا، عمانوئيل الله معنا. ده وعد من مواعيد الله لكل واحد فينا، لينا احنا الموجودين وللمشاهدين، ان الله معانا في الظروف الصعبه، الله معانا في المرض، في المشاكل، في الموت، حتى في الموت، حد يسألني حتى في الموت الله معانا. هو المعزي، هو المعزي، هو اللي بيدي صبر. والكلمة دي لكل واحد فينا، مش احنا هنا بس اللي قاعدين في الاستوديو زي ما الأخت أم سلام بتقول، لكن اللي موجودين في الشرق الأوسط اللي بيواجهوا اضطهاد، واضطهاد صعب قوي. أروح الكنيسة أخد ولادي وأروح الكنيسة، ممكن أطلع من غيرهم، وممكن أنا نفسي أتعرض لقتل موت أو أكون أتنقل لمستشفى ولاقي نفسي مصاب. الله معانا، ثقم إن الله معانا في كل الظروف الصعبة، الله معانا. وده كانت الوعد ودي كانت الرسالة. تفضل. التعزية لما الله بيكون معانا بيكون مع نفس الشخص اللي بيجرب أو بيضطهد أو بيقتل، حتى بيكون معاه زي ما كان مع استفانوس وقت موته، بيشوف الرب. على فكرة انا اثق جدا فتح جدا فتح عينيه في الوقت ده اللي حصل، فالرب بيكون معاه. ان صرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر، يا اخي يا ابوي، حتى لو السيف على رقبتي ما بخافش، لان بشوف رؤية على طول، الرب بيفتح عينيا بشوف السماء. وكمان بيكون مع اهلي، يعني بيعزي اهلي. يعني مين ام مريم دي مثلا اللي اتقتلت بنتها مريم، وعشان تقدر تغفر للقاتل بنتها، ازاي تغفر له لولا ان الرب شجع قلبها وغفر لها؟ اخت ام سلام، فالرب اداها سلام، فالرب بيدي سلام. الرب بيتدخل في الظروف الصعبه. طبعا. عشان كده عايز اقرا الحته بتاعه انجيل متى اصحاح 12 لما بيقول في عدد 21 بيقول وعلى اسمه يكون رجاء الامم. ده يعني الحقيقه من اعظم الايات اللي قريتها لغايه دلوقتي. ايوه. في متى 21 سوري متى 12 عدد 21 هو بيتكلم الحقيقة من عدد 14 فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتابعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. أيوة. وأوصاهم أن لا يظهروه لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو ذا فتاي الذي اخترته. أيوة.
حبيبي الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه، لأنه تولد من الروح القدس. أيوة. فيخبر الأمم بالحق، يخبر الأمم بالحق. بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. الأرتي يخطب موسى لام حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. أيوة. هو ده رجاء الأمم. ليه؟ الأمم عايزة سلام، بتكلم عنه أنه رئيس السلام. أيوة. ويكون على اسمه رجاء الأمم. إيه رجاء الأمم؟ الأمم عايزة إيه؟ الأمم مش عايزة تروح جهنم، الأمم عايزة تروح السماء، الأمم عايزة تكون يكونوا شركاء في المجد زي ما كان مع اليهود الإسرائيليين. فالرب فتح الباب، أغلق الباب مؤقتاً لليهود لكي يدخل ملء الأمم، يدخل ملء الأمم، لأنه بيتكلم هنا أنه لا يوجد فرق بين يهودي وسكيسي، عبد أو حر، رجل أو امرأة، لغى كل الفواصل دي. أيوة. فبقى الإنسان واحد قدامه، الإنسان واحد قدامه، إذا قبله قبله، إذا ما قبلهوش ما قبلهوش، رجل امرأة، غني فقير، ما فيش فرق. أنت شخصية هتقف قدام الرب في يوم من الأيام وتدي حساب عن كل ما فعلته، وهو بيقول لك اختار الحياة لكي تحيا. أمين. لأن أنا دفعت تمن حياتك الأبدية. أيوة. أنا دفعته. إذا أنت بتصدق هتاخده، إذا أنت مش بتصدق هتخسره. أيوة. فعلى اسمه يكون رجاء الأمم. الأمم بيفكروا في إيه تاني؟ بيصرخوا. عايزين إيه؟ كل الأمم تصرخ يا عايز الله. إيه؟ تصرخ عايزين يا الله. كويس، عايزين إيه؟ يا الله خلص. ضيقت. يا الله أنقذ. وبعدين كل واحد فينا إحنا معجونين نفس الطريقة. يعني اللي بيخاف من القتل بيخاف من حادث سيارة. بالضبط. اللي بيخاف من مرض السرطان إن كان في أمريكا ولا كان في الشرق الأوسط عنده خوف من المرض. أي واحد فينا عنده قلق. يعني أنت عايزة تقولي زي ما بيقول الكتاب في العالم سيكون لكم ضيق. يعني اللي في أمريكا حاسين إن إحنا في أمريكا هنا ما عندناش ضيقات، عندنا بيوت كويسة، عندنا عربيات جديدة بنركبها، عندنا مش عارف إيه، لكن ما يعرفوش إحنا بندفع تمن الحاجات دي. إحنا بندفعها. ومرات بنمر في ظروف بتخسرنا الامتيازات اللي كنا فيها. بالزبط. مثلا أنا في أمريكا وضعي مش أحسن من وضعي في الأردن. وضعي في الأردن كان كتير أحسن. كنا بنخرج بالليل ونسهر ونضحك ونفرفش وقاعدين مع بعض. يعني كان في إمكانية لمدخول أعلى، كان في إمكانية لبيت أفضل، كان في إمكانية لسيارة أحسن في الأردن. فمش دائما الغربة أو إنه أنا أكون بعيدة عن بلدي أفضل. ممكن يكون أفضل. كان عندي خوف. خوف إني أنا انتركت لوحدي، أرملة، عندي أطفال. يعني بقدر أشتغل، بقدرش أشتغل. فنفس المخاوف اللي بتدخل في قلب أي إنسان موجودة في العالم الإنسان كله. لأنه إحنا كلنا طينة واحدة. بالضبط. والشيطان بيجربنا كلنا. بالضبط. وكلنا بنصرخ يا الله. لكن لما بيتنازل الله إلنا وبنثق إنه هذا صوت الله إلنا، وأنا بثق إنه الله بدعو كل شخص فينا بطريقته الخاصة، أكيد الله تعامل مع كل واحد فينا. أنا اللي خلاني أجي لالله وللإيمان فيه إنه أنا سمعت هذه الدعوة من سيدة بتقول الله تعامل معك في يوم من الأيام، وأنا صرت أفكر إمتى الله تعامل معي، إمتى الله تكلم إلي، وذكرني إنه فعلا هو تكلم معي. تكلم معك شخصيا؟ تكلم إلي ولا إلي البياضي يعني؟ فهو طيب أوكي، هنطلع فاصل وفي حكاية عايز أحكيها لكم بعد الترنيمة. في ترنيمة جميلة نسمعها. صغير تلج وطقس غايم بردان وفقير، شو بقدر قد
قلبي كل ليالي العيد. بطلب منك يا يسوع طعم الجوعان، بطلب منك يا يسوع تسقي العطشان، بطلب منك يا يسوع دفي البردان، بطلب منك يا يسوع تحمي لبنان، بطلب منك يا يسوع طعم الجوعان، بطلب منك يا يسوع تسقي العطشان، بطلب منك يا يسوع دفي البردان، بطلب منك يا يسوع تحمي لبنان. يا الطفل النايم بمزود صغير، تلج وطقس غايم بردان وفقير، شو بقدر أقدم لك لا تدفى بهالعيد؟ رح أقدم لك قلبي وكل ليالي العيد. عطينا نحبك يا يسوع طول الأيام، ما تترك خي الموجوع عالأرض ينام، نمشي خلفك درب شموع ننسى الألم. عطينا نحبك يا يسوع عطينا السلام، عطينا نحبك يا يسوع طول الأيام، ما تترك خي الموجوع عالأرض ينام، نمشي خلفك درب شموع ننسى الألم. عطينا نحبك يا يسوع عطينا السلام. يا الطفل النايم بمزود صغير، تلج وطقس غايم بردان وفقير، شو بقدر أقدم لك تا تدفى بهالعيد؟ رح أقدم لك قلبي كل ليالي العيد، رح أقدم لك قلبي كل ليالي العيد. أمين. هقدم لك قلبي هدية كل أيام العيد. كل أيامنا أعياد على فكرة، زي ما قلت في الأول، كل أيامنا أيام مقدسة، كل أيامنا أيام أعياد. اللي كنت عايز أقول لكم عليه وكنت بتكلم عنه، إن هقول لكم بعد الترنيمة اللي حصل في لاس فيغاس قبل ما يحصل الضرب بالرصاص. كان في شخص واقف جايب معاه ميكروفون وعمال يتكلم مع الناس عن الرب يسوع، بطل الخطية، اقبل الرب يسوع، الرب يغير حياتك، يقدر يطلعك من الزنا، يقدر يطلعك من الشر، يقدر يطلعك من المخدرات، يقدر يطلعك من السرقة، يقدر يطلعك. ناس كتير جدا مسكوه وابتدوا يتريقوا عليه. واحد ابتدى يقول أنا من عبدة الشيطان، أنت كلامك ده غلط، أنت، وابتدوا ناس كتير جدا ابتدوا يتهجموا عليه كمان. وبعدها بالظبط 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 مفيش خمس دقايق ابتدى ضرب الرصاص يحصل، ومات في اليوم ده اكتر من 500 شخص. ايوه، اكتر من 500 شخص. غريبه جدا جدا. الشخص ده كان واقف. اللي عايز اقوله انه احنا مش بنضيع وقت على فكره. الاخت مثلا مش جايه تضيع وقت، جايه من تكساس، واليس عندها شغل كتير وانا عندي شغل كتير. احنا مش جايين نضيع وقت، احنا جايين نقول لك يسوع بيحبك. انتهز الفرصة ان في واحد بيحبك وبيهتم وبيعتني بيك. انا ممكن اقول ان انا بحبك وانا ما اعرفك، شو انت بتعرفنيش، بتبقى محبة بالكلام، لكن الرب يسوع بيعرفك كويس قوي قوي، وبيعرف انت مين، وبيعرف انت فين، وبيعرف يجيلك ويجيبك ازاي، لانه بيحبك. ما تضيعش الفرصة بجد بجد، لانه بيحبك جدا فعلا.
واقول له يا رب يسوع انا عارف انك بتحبني، بين لي محبتك، عايز اشوف محبتك، خليني اتلامس مع محبتك، هيوري لك محبته فعلا، فعلا بيحبك، فعلا بيحبك. والرب ممكن يطلعك من الضيقات بتاعتك، مش علشان انت تخلص من الضيقات وتقول له ها 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 انا بضحك عليك، انا طلبتك عشان بس تطلعني من الضيقه وارجع تاني للطريق. الرب ما بيضحكش عليك لانه هو عارف كل حاجه، هو بيحبك وهو عايزك، وبيقولك يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. هو الوحيد اللي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم. هو الوحيد اللي جه طبعا. جه اسمه عمانوئيل، الله معنا، والكلمه اخذ جسدا وصار بيننا كما لوحيد من الاب. في افكار عندكم؟ افكار كثيره، مواعيد كثيره طبعا. طيب طبعا. اختم مثلا قول لنا كده في دقيقتين. يعني انت حكيت عن اللي قال في لاس فيغاس و 500 شخص بعدين ماتوا. مش بس في لاس فيغاس، الله ارسل الخليقه كلها تتكلم عنه بالضبط. يعني للامم وضع نجمه، والنجمه قادت الامم لاورشليم، لانه بحسب اللي بصرخ لالله بدي اشوف الله، بحسب مفهومه هو راح يشوف الله بالمكان اللي هو بيفكر انه الله موجود فيه بالضبط. لكن لما قادهم النجم لاورشليم لعند الملك، الله قدم الدعوه لهيرودس، وقدم الدعوه للمجوس، وقدم الدعوه برضه للكهنه والكتبه والفريسيين اللي كانوا موجودين، اللي سالهم هيرودس اين يولد المسيح. فالله لما اعلن عن ذاته، اعلن عن ذاته لهدول الاشخاص، زي اللي كان ينادي في لاس فيغاس، اعلن عن ذاته لعبده الشيطان، اعلن عن ذاته للي مخدرات بيتعاملوا او اللي عايشين بالنجاسه، اعلن اولسو عن ذاته للناس اللي كانوا برضه مؤمنين واتقياء موجودين في هداك المكان، رايحين بس يتفرجوا على جمال العمارة. مش كل واحد بيروح على لاس فيغاس بيكون هدفه الغلط اللي احنا بنفكر فيه. فالله اعلن عن ذاته كمان في الميلاد هون بنفس الطريقة، والنتيجة كانت بنفس الطريقة، هيرودس قتل، قال بكاء وعويل، رفض الرسالة، رفضها. المجوس اللي هن ممكن يكونوا من أولاد إبراهيم أو أولاد إسماعيل، كانوا عارفين انه راح ينولد ملك ومنتظرين زي ما كان منتظر يوسف على رجاء الامم. وقديش في ناس بتصرخ لله هاي الايام وهي مش عارفه مواصفات الله. كانوا يقيسوا الله بالفلك، كانوا يقيسوا الله بالعلم، ويمكن في مشاهدين هون بتقيس الله بحسب فكرها اللي تعلمت عن هذا الاله. لكن لما اجوا وشافوا الطفل تغيرت نظرتهم عن هذا الاله، عرفوا انه الله محبه. في كتير أديان في العالم كلها تؤدي إلى الله حسب فكر الإنسان، لكن لما الإنسان بيرجع لرجاء الأمم وبيعرف الرجاء الحقيقي والاسم الحقيقي، بيعرف أنه هذا الإله اللي كان يفكر فيه مواصفاته مختلفة. وبعدين رجعوا مجوس زي ما أجوا، لكن رجعهم لمواقعهم وقلبهم متغير، ورح نشوفهم بالسماء. وأنا بتمنى أنه كل واحد فينا بيسمعنا وعنده فكر عن الله يجي لله الحقيقي ويقرأ كلمته، ويصير عنده رجاء أنه هذا الإله الحقيقي هو بيننا، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم، وعلى اسمه خلاصي الشخصي، وعلى اسمه عمانوئيل اللي بده يصير معي كل أيام حياتي ويساعدني. فأنا بقول إنه الرسالة دائما موجودة، لكن بتعتمد كيف الشخص بيقبلها. بالضبط. بيستقبلها. ولما الشخص كمان بيقبل الرب يسوع في قلبه بياخد مواعيد كتيرة قوي. لما بيذكرني لما الملائكة ظهروا وقالوا للرعاة طمنوهم، الرعاة بيقولوا إيه؟ خافوا خوفا عظيما، خافوا اترعبوا، وشافوا نور ومجد الله كان منور المكان كله لان كان بالليل في الضلمه. لكن بنشوف الرساله اللي قالها في يوحنا في لوقا 2 وعدد 14 بيقول لهم ايه؟ المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. لما بنقبل الرب يسوع زي ما حضرتك قلتي وبناخده فعلا مخلص شخصي لحياتنا، بيبقى في قلبي سلام بالرغم من كل الظروف الصعبه، بتبقى الدنيا كلها متلخبطه قدامي،
زي ما حد قال بتبقى الدنيا سودة قدامي، لكن أنا في قلبي سلام. السلام ده مصدره الرب يسوع، السلام اللي الله بيديه. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، لأنه هو رئيس السلام. لو هيكون عندنا وقت في البرنامج يسع إن احنا نتكلم على ألقاب الرب يسوع، لأنه هو يقول وهو يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. مفيش حد هيقدر يديك سلام إلا قبول الرب يسوع في قلبك، لأنه هو رئيس السلام الذي يعطي السلام. لما كانوا الرعاة مرعوبين خايفين، خايفين جدا من ما شافوش طول عمرهم بيرعوا الغنم، طول عمرهم بيكونوا برا في البراري وعلى الجبال، ما شافوش منظر ملاك، ما شافوش منظر نور، ما سمعوش صوت خالص إلا الوقت ده، وسمعوا بيناديهم بالسلام. الرب بيدي سلام. لو بنفتح قلبنا وناخد الرب يسوع في حياتنا يديك سلام. أكيد. يديني سلام في الظروف الصعبة، أمين. يديك سلام، يديني ده الدنيا خلاص اتقفلت في وشي، هو مصدر السلام. بس اطلب منه، افتح قلبك وقول له يا رب تعالى وادخل في قلبي، تعالى وادخل في قلبي، وهو يمنحك السلام. يديك سلام، يديني سلام للعيلة، يديني سلام لابن المريض، يديني سلام للزوج اللي في بيمر بظروف صعبة، يديني سلام للزوج فقد العمل. لو تحط كل مشاكلك، حط كل مشاكلك اللي بتمر فيها واللي بتكتس فيها، اللي بلادنا كمان العربية بتكتس فيها، هل في الظروف الصعبة دي كلها نقدر نقول سلام؟ سلام سلام. وأنا بتكلم تحضرني قصة امرأة كان مات ابنها، وكان ابنها وحيد ما عندهاش غيره، ما كانتش عندها قبل كده أولاد، وربنا بعت لها الولد ده. الولد الوحيد ده مات، وبعدين لما رجل الله سألها ألا سلام لك؟ قالت سلام. طب سلام لجوزك؟ سلام ليكي؟ سلام لزوجك؟ قالت سلام. سلام لزوجك؟ أوكي، ممكن يكون سلام لزوجك. السلام للولد؟ قالت سلام، والولد كان مات. أي سلام بتتكلمي عنه؟ أي سلام بتتكلمي عنه؟ سلام ليكي، أنت في سلام إن الرب ادهولك والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. جوزك في سلام، يمكن معرفش لسه بموت الولد وخدتيه ورجعت على البيت، لكن الولد كان مات. أي سلام بتتكلمي عنه؟ هو ده السلام اللي احنا بنحكي عنه، سلام الله الذي يفوق كل عقل. يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. السلام بالرغم الظروف الصعبة. لو يسعنا الوقت ان احنا نتكلم في الكتاب المقدس عن أمثلة كتيرة وحالات كتيرة قوي. انا كنت بتكلم عن المرأة الشنامية لما مات ابنها هو في الحقل، ومات وكان الوحيد، وجالها بعد يعني ما كانش عندها اولاد، ربنا بعت لها الولد الوحيد ده ومات وخدته ورجعت على البيت، فرجل الله بيسألها وقالت سلام. ده بيورينا ان سلام الله في اي ظرف صعب، بس لازم تطلب من الله وتقبل سلام الله بالايمان. بالايمان العقل يقول لا، ازاي اقبل السلام؟ ازاي اقبل؟ سمعت خبر وحش ان فلان المرض اللي بيرعب الناس كلها، يرعب العالم كله، مرض السرطان. واحد سمع ان كل التحاليل واللاب كله والتحاليل كلها بتقول عندك سرطان، ازاي يجي لي سلام في الوقت ده؟ ازاي سلام تحصل؟ أنا سمعت اختبارات كتير من أخوات مؤمنين، مؤمنات وإخوة، بيقول أول ما سمعت الخبر الرب ملأ قلبي بالسلام. ما فيش حد يدي سلام في المرض والخبر القاسي إلا الرب يسوع، لأنه هو رئيس السلام. في الموت يدي سلام. أصعب حاجة إيه؟ أصعب من الموت لما تسمع خبر صعب. الرب بيدي سلام، الرب بيدي سلام. افتح قلبك، اقبل قلبك وقبل السلام اللي يديهولك. ولو ما عندكش سلام اطلب منه، قول له يا رب، يا رب في الظروف اللي انا بعدي فيها دي، بيحكوا عن ظروف قاسيه سرطان وموت وعندهم سلام، ده انا ظرفي بسيط قوي، اديني سلام، وهو رئيس السلام. امين. اللي عايز اقوله انه اخت ام سلام، الايمان مش ضد العقل، لا طبعا، لكن الايمان فوق العقل، فوق تصور العقل. ازاي؟ مين يقول انه الله يقدر ينقذ من الموت في الوقت المناسب؟ ينقذ من الموت طبعا،
ناس كتير دخلوا في حوادث، يعني ناس كتير جدا دخلوا في حوادث، واللي يشوف العربية مثلا لو كان حادثة في عربية بعيد عنكم يعني كتير يقولوا كده، يشوفوا العربية دي بيت زي علبة صفيحة السردين المطبقة مش كده؟ صح. ازاي الشخص اللي بيسوا او الناس اللي كانوا قاعدين في العربية طلعوا كلهم سلام ولا جرح فيهم؟ ازاي ده؟ ازاي؟ ما هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. ازاي؟ الإيمان مش ضد العقل، لكن الإيمان فوق العقل. العقل يقول اللي كل في العربية دول مثلا لازم يكونوا ماتوا. امبارح كنت بسمع اختبار من الأخ رشيد، انه الشخص اللي كان بيتكلم كان قائد فرقة إسلامية وكان بيقتل وكان كده يعني، لكن لما عرف الرب يسوع راح للناس وابتدى يتكلم معاهم، فواحد منهم حط المسدس في راسه في دماغه وحاول يضرب الطلقة، ضرب الطلقة ما طلعتش. ايوه الطلقة ما طلعتش. مين يقول كده؟ ازاي الطلقة ما طلعتش؟ كانت شيء غريب. فبيقول له شوف بقى اهو ده ايد الله. الراجل هرب اللي كان عايز يضربه بالرصاص، هرب لانه شاف حاجه غريبه عمرها ما حصلت. ايوه ازاي تضربي بالرصاص؟ انا على فكره انا جود شوتر، انا فيري جود شوتر يعني. ايوه فاعرف كويس في الاسلحه يعني. ف بيضرب بالرصاص، يعني انت بتدوسي على الزناد عشان يطلع طلقه، الطلقه ما طلعتش. احنا مرات كتير شيء غريب يعني فوق العقل يعني. اكيد بنحب انه يصير في عنا نفس المعجزات والاشياء اللي بنسمعها كاختبارات. الله مختلف باختلافاتنا، يعني الله لما خلقنا مختلفين خلقنا مميزين، فهو بيتعامل معنا بتميز. مثلا احنا بنقول عن العذراء المطوبه القديسه مريم، بنقول قديش كانت تقية وقديش كانت بارة وقديش كانت بتحب الرب وقديش كانت مطيعة. لكن لما أجا إلها الملاك أول شيء قالها لا تخافي سلام لك. حضور الله بيجيب السلام، وما بيجيبش السلام من فوقنا وبس، بيجيب السلام في داخلنا. والصعوبة في الإنسان حتى يكون عنده رجاء، حتى يكون مرتاح في الظروف الصعبة، في كل الظروف الصعبة لازم يكون السلام في قلبه. يسوع حتى أجل التلاميذ وقال لهم سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم هذا السلام. فهذا هو رجاءنا، إنه إله السلام اللي بيجتاز معنا في كل الظروف. ممكن الطلقة تطلع، ممكن الطلقة ما تطلعش، ما بنعرفش، لكن بنعرف إنه في كل الظروف الله له قصد، والله لا يخطئ في أي ظرف من الظروف، إن كان سمح بموت أو ما سمحش، إن كان سمح بإنقاذ من حادث أو ما سمحش. الله عنده في كل ظرف له في الموت مخارج. بالضبط. يعني أنا لما توفى زوجي صغير كانوا يضلوا يجي يعزوني وأضل أفكر طب ليش صار هذا الشيء معي. بعدين أجاني سؤال في داخلي طب ليش ما يصيرش معي؟ بالضبط. ليش أنا بسمح إنه يصير مع غيري بنفس عمري؟ بالضبط. بس أنا مش قابلته لنفسي. طب ما أنا موضوعة في نفس الظروف، أنا إنسان. لما أجاني هذا الفكر وارتحت، وبعدين بحثت في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس بيقول لا تخف 366 مرة. بالضبط. يعني ما تركش ولا يوم، حتى يوم السنة الكبيس إلا قال لا تخف. بالضبط. فالرب أعطاني سلام أرتاح بأنه هذا كان حكمه وحكمه عادل. ليش؟ يمكن ما عنديش إجابة، وأكيد إحنا تحت الآلام مرات كتير ما بيكون عندنا إجابات، لكن هذا السلام اللي بسكبه الله في قلوبنا هو الرجاء اللي في داخلنا، انه هو حيتداخل في عقلنا ويخلينا نفهم. مرات بنفهم الشيء بس نقدرش نجيبه على لساننا بكلمات. بالضبط. فمنشوف الناس اللي بمروا في ظروف صعبة عندهم سلام، عندهم هدوء، عندهم رجاء. احنا بنستغربه وبنحب يكون عندنا، لكن اذا ما كانش عندنا علاقة شخصية مع هذا رئيس السلام مش راح نقدر نفهم السلام اللي هن بمروا فيه ولا نختبره حتى. فهذا كتير إشي مهم. أكيد أكيد. أليس قولي فكرة ختامية عشان أنا عايز أقفل وأقدم رسالة مهمة قوي.
أنا كنت عايزة أكمل على كلام الأخت أم سلام لما بتقول إن الله بيدينا سلام، قال لهم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وبالناس المسرة مع السلام بيجي فرح. رب الرب هيمتعك بالسلام وهيدي لك فرح مع السلام، ودي هي مواعيد الله في ميلاد الرب يسوع في الأرض بتاعتنا. هيدي لك فرح، بيديني سلام، ومش سلام أبقى قلبي سلام وأبقى هادي كده ومبسوط، هيفرح قلبي كمان، هيفرح قلبي. الرب بيفرح قلوبنا. على فكرة عايز أقول كلمة مهمة قوي، فرحنا مش بالحاجات المادية. اللي متكل على الحاجات المادية بتفرح لما بتاخد الحاجة دي، وبعد شوية صغيرين قوي خلاص بينتهي الفرح بتاعك. ما تفرحش لما أقول مثلا الكلمة دي للشباب مثلا، ما تفرحش لما تجيلك سيارة جديدة، لما تفرحش لما يجيلك بيت جديد، لما تفرحش بأي حاجة مادية تحصل عليها. لأن أول بتفرح بنفرح كل حاجة حلوة جديدة بنفرح بها، بس بيكون فرح مؤقت. بتجيلي الحاجة دي فرحة جديدة بالعربية الجديدة، وبعد شوية أنا بتعود عليها، بعد شوية بتعود على البيت الحلو الجميل ده، بعد شوية أي حاجة مادية قدام عينيك بتفرح بيها وبيكون فرح مؤقت. لكن الفرح الحقيقي اللي هو الله بيديه، الفرح الحقيقي نفرح بأن أسماءنا قد كتبت في سفر الحياة. أمين. الفرح الحقيقي أنه هو خلصنا وفدانا من الخطية، دي الفرح الحقيقي. هللويا هللويا. كلام مظبوط فعلا. يعني لما بيجي لك بيت جديد بتاخد أصحابك بتفرجهم على الأوض وبتفرجهم على الدنيا ماشية إزاي، والبيت جديد جميل. بس لو واحد بس قال لك أوه ده أنت اشتريت البيت ده غالي، البيت ده اتحدف عليك، ما كانش مفروض تشتري البيت بالسعر ده، على فكرة بيهبط. طبعا بيهبط. أو العربية دي أنت بتقول عربية دي أنا شفت عربية أحسن منها بنفس السعر. أيوه. بتخليك خلاص ما بتفكرش، بتفقد بهجة البيت أو حاجة. اللي عايز أقوله الرسالة المهمة إنه زي الإيمان فوق العقل مش ضد العقل، في رسالة مهمة قوي قوي عايز أفكرك بيها. لما خرج الشعب من أرض مصر في الليلة ليلة الفصح، والرب قال لهم كل عيلة تجيب حبل أو خروف وتذبحه ويدهنوا البيت بالدم القائمتين والعتبة العليا، والبيت اللي عليه الدم مش هيهلك. أمين. بيوت المصريين اللي كانوا متسقين باليهود في الوقت ده عملوا نفس الشيء اللي عملوه اليهود وما هلكش الابن البكر. لكن اليهود لما حصل معاهم كده ما حدش اتسائل ليه الخطة دي؟ طب ايه ارتباط الموضوع ده بان الملاك المهلك ما يجيش يقتل البكر بتاعي؟ ما سألوش، لكن مجرد انهم قطعوا بدون تفكير. انا مش عايز ابني يهلك، هعمل اي حاجة عشان ابني ما يهلكش. ولما كمان حصل ان الحيات المحرقة اللي جت وهلكت الشعب ابتدت تموت الشعب، والرب قال لموسى يا موسى عايز تنقذ الشعب ارفع في الوسط، اعمل حية نحاسية وارفعها في وسط المحلة، وكل من ينظر الى هذه الحية يشفى ما يموتش، السم ما يشتغلش فيه. عمل كده موسى، ولما كان الراجل عنده ابنه اتلسع بالعقربة او بالتحيات المحرقة يقول له بس حبيبي بص بس بص للحية النحاسية دي، بص عليها بس، بص يا ابني هتشفى على طول دلوقتي. ممكن الولد يتفلسف يقول له بابا ايه الفكر، يعني لما ابص انا السم في جسمي بيجري وهموت يا بابا، ايه الفكرة ان انا ابص للحية النحاسية؟ اللي بيقعد يتفلسف هيموت.
لكن اللي بيسلم وبيسمع وبيطيع بينجو. رسالتي ليك النهاردة، لو تسمع الرسالة ما تتناقش كتير، ما تتفلسفش كتير. الرب بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. لو آمنت بالرب يسوع، مش إيمان من عارف الرب يسوع جه واتولد ومات واتصلب، كل الشياطين بتعرف الكلام ده كله، لكن الشياطين مالك هتهلك. اوعى يكون إيمانك زي إيمان الشياطين، إيمان بس بالذهن، لكن دخل الرب يسوع في قلبك وفي حياتك. قول له تعالى يا رب ادخل في قلبي وفي حياتي، أنا أصدق يا رب إنك أنت فعلا جيت اتولدت في مزود بقر علشان أنت تقدر توصل للفقراء، توصل للمعدمين، توصل لأقذر الناس في الوجود زيي، تقدر تخلصني يا رب، وأنت إله، أنت هو الله الظاهر في الجسد، أخذت جسد لكي تفديني على عود الصليب وتديني حياة أبدية. وأثق كمان يا رب أنك أنت قمت من الأموات، أنت أقمت ذاتك من الأموات، والآن أنت جالس عن يمين العظمة عشان تشفع فيا. أصدق يا رب، أنا أصدق يا رب، أخدك فادي لحياتي، أصدق أنك أنت المخلص الوحيد، مفيش بأحد غيرك أنت الخلاص، أنت الوحيد المخلص، ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، وعلى اسمه رجاء الأمم، اسمه يسوع المخلص، اسمه عجيب، اسمه على مسمى، إلها قديرا، المسيح القدوس، ولفظ القدوس لا يطلق إلا على الله، فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد. تقول استغفر الله العظيم، ما تقولش استغفر الله، هو ده الرب، هو اللي قال لنا. انت مخك تقدر تستوعب الله بمخك بفكرك؟ هو جالك وقال لك على نفسه هو مين؟ ما تتفلسفش، صدق. مش معنى بتصدق في بول البعير يا اخي، صدق في كلمة الله، بيحبك 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 وانت بتشتمه، بيحبك وانت عايز تقتل شعبه، بيحبك وعايزك وبيقولك يا حبيبي اقبل المخلص ليك. عايز ايه اكتر من كده؟ هنقل عنك ذنوبك، هتروح بحر النسيان. امن فقط، صدق فقط، خدني نصيب لحياتك، خدني نصيب لحياتك، وهو يغير طريقك. تقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. ممكن تغمض عينك معايا، ممكن تردد الصلاة دي معايا، انا هساعدك، انا هساعدك، انا هساعدك. غمض عينك، اطلب الصلاة دي معايا من فضلك. يا ربنا يسوع، انا اصدق كل الكلام اللي اتقال عليك، أصدق أنك أنت كلمة الله، أصدق أنك أنت جيت اتولدت في مزود بقر، رحبت بيك البهايم اللي ما رحبوش بيك الناس. أصدق يا رب أنك جيت اتولدت وعشت قدوس بلا خطية، ومت على الصليب لأجلي، لأجل خطاياي أنا، مش لأجل خطاياك أنت، لأنك أنت بلا خطية، الوحيد الذي بلا خطية كنت أنت. أصدق أنك مت وأنك قمت من الأموات عشان تبررني، تقدسني، تحفظني، أدي لك حياتي يا رب، غيرني يا رب، اكتب اسمي في سفر الحياة، اقبلني ابني ليك أو اقبلني ابن ليك، أنا ابنك يا رب، أنا بنتك، من فضلك ساعدني أعيش ليك، اغسلني بدمك، املاني بروحك القدوس، عايز أفرح بيك من فضلك عشان خاطر المسيح
استجيب، ولكل الكرامة ولكل المجد. آمين. أيها الرب يسوع الإله القدوس، أنت سمعت صلوات كثيرين الآن يا رب، من فضلك يا رب أعطي لعبيدك يا رب حسب أشواق قلوبهم، اظهر ذاتك ليهم، مجد اسمك فيهم لأجل خاطر صليبك، عشان خاطر الدم الكريم. استجيب يا قدوس الله، في اسم المسيح لك المجد. آمين. في الختام برحب بالأخت أم سلام، شكرا، برحب بأليس، وبرحب أساسا بوجود الرب معنا. صدق لأنك أنت مش ضامن العمر، صدق لأنه بيحبك، صدق أنه عايز يفديك ويخلصك ويدي لك الحياة الأبدية. أقول لك سلام، سلام لك، سلام لك. الرب معكم. كل سنة وأنتم طيبين. في كتير طرق